نجف لا. الأشرف بها هذا الموضوع مع النزاعات العشائرية؟ لا. هي تتبع الشيوخ مع احترامات لكل شيوخ العراق. أي. الشيوخ هو اللي يسموه شيخ. لازم يسمع كلامه. زين. لازم إذا عندهم واحد شار بالمنطقة يعني هو يعني مو يشجعوه لو يطلعون وراء ألف وألفين. زين. يعني هي شنو هي قوة؟ إحنا أقوى. العراق كله أقوى. يعني ما يصيراني والله أنا عندي عشيرة قوية أهجم على هذا وأظل أضرب. لا بالعكس إحنا هسه هذا زمننا مال إرهاب ومدسنو لازم نتكاتف لازم نتعاون لازم واحد يطلع الفقير بيناتنا مو إحنا نتعارك ما يصير. زين برأيك شنو الحل اللي ممكن يوقف هذه الدقات العشائرية والنزاعات العشائرية؟ الحل هو بالنسبة للقانون كل شوي القانون يشددوه القانون يشددوه وشوي التزامات بالشيوخ العشائر يصير اجتماع ويا رئاسة ويا رئيس الوزراء يجتمع وياهم يقول لهم يا اللي عندكم مثلا انتم احنا هسه بحالة حرب ويا الارهاب ويا الهاي ما يصير احنا ننسى الناس على ناس واحنا احنا هسه مفتوحه جبهه علينا.